طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في ملعب 90 90 مع ابراهيم فايق. وخلونا ناخد رد فعل برضو مهم جدا من نادي الزمالك. انا معايا على التليفون صديقي وحبيبي والشخصيه المحترمه جدا كابتن حماده انور عضو مجلس اداره نادي الزمالك. صباح الورد. صباح الفل يا ايمن. اخبار جنابك ايه يا فندم؟ انت اللي اخبار جنابك ايه؟ طمني. والله انا زي الفل الحمد لله. حبيبي العيد حلو والدنيا حلوه والواحد قايم وجاي الشغل بالعافيه وحاجه صعبه قوي. انت الواحد انت مش متخيل. نفس الشعور نفس الشعور. اخبارك يا كابتن حماده؟ كل سنه وانت طيب. خير على كل الساده المستمعين يا رب. اللهم امين. طيب برضو انت مش سهل برضو. شوف فاكر لما عملت معايا مداخله في جمهور الثالثه في التلفزيون وكنت بتتكلم على موضوع المواعيد بتاعه نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فقلت لي هيبقى غريب قوي لو ماتشات العوده هيعملوها في نفس التوقيت هنا في مصر، فقلت لي لو هيتعمل في نفس اليوم دي هتبقى صعبه جدا. وساعتها حتى اتكلمنا هيبقى استاد القاهره ولا برج العرب، طب الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، وكان عندك انت اول واحد طرحت الموضوع. دلوقتي هو الكاف محدد يومين، يوم 2 ويوم 3 اكتوبر، زي ما انت ما كنت متخيل انه ده الحل بتاع الازمه. اصل بص يا هيما، هي يعني الطبيعي ان هو لازم يعمل كده. ولو تفتكر انا قلت لك بالنسبه لي حتى تسويقيا هيخسر بالظبط كده. انا فاكر، لا فاكر كويس، فاكر كويس والله. بص اول لما تم الاعلان عن اليومين اول حاجه جت في بالي انت، اول حاجه على طول يعني. ربنا يخليك يا هيما. فده انت من خبرتك في مع الكاف او خبرتك في المجال الكره القدم، فبتقدر ان انت تشوف الحاجات اللي هي غريبه ان انت تقدر تتكلم عنها. زي ما قلنا برضو واكدنا ان المباريات في شهر 9 لو تفتكر برضو معانا، ما كانش لسه، كان الكاف لسه بيقرر ما بين شهر 9 او شهر 11، انت فاهمني ازاي؟ بس اكدنا ان هي في شهر 9. فانت النهارده ده الطبيعي، ان ما ينفعش ان انا العب مباراتين سيمي فاينل بالنسبه لافريقيا بعد الغياب ده كله اعملهم في يوم واحد، وهو ما عندوش الزنقه او الضغط ان هو يقدر ان هو عايز يعمل كله في توقيت واحد. واحنا كمان عندنا هنا في مصر ما بنلعبش اهلي وزمالك طرفين يعني في نفس التوقيت، على الاقل لازم يبقى في يوم واحد موجود في اسكندريه وواحد يبقى في القاهره. قصص كانت طبعا وتفاصيل تانية. طيب قول لي بقى موقفكم ايه؟ هل انتوا تلعبوا يوم 2 ولا يوم 3؟ لان اللي انا عارفه انه النادي الاهلي اعلن انه هيلعب يوم 3. انتوا موقفكم ايه؟ بص يا هيما، كل الكلام دوت اللي بيتقال مش مظبوط. ما فيش حاجه اسمها الاهلي اعلن او الزمالك اعلن او الرجاء اعلن او الوداد اعلن. الكلام، المواعيد دي اللي بيحطها الكاف. انا اللي انا ببعته مجرد اقتراح. والنادي الاهلي اقتراح، كل دي اقتراحات بتحط في الكاف، والكاف هو اللي يحدد اللي ينفع. اي نادي يقول لك انا ببعت، انا عايز العب 26، عايز العب 25، نادي ثاني نفس القصه، لكن في الاخر اللي بيحدد الكاف. فالنهارده النادي الاهلي لما بيطلع يعلن بيعلن عن الميعاد اللي هو بعته للكاف، لكن مش هو ده الميعاد الكونفيرم بتاع المباراه. ماشي. طيب الاهلي اعلن انه بعت للكاف ميعاد مقترح يوم 3 اكتوبر، الزمالك هيبعت ايه؟ طبيعي لما هبعت 26 يبقى هبعت 3، فاهمني ازاي؟ ده طبيعي. هبعت 25 يبقى هبعت 2. طيب انتوا كزمالك هتعملوا ايه؟ لكن انا النهارده انا ما اعرفش، انا كارترون ما اعرفش امير المفروض بصراحه كان هو المفروض اللي يقعد معاه عشان يحط المواعيد. وهي قصه ان انا برضو بشوف اقرب ميعاد ليا في الدوري امتى وبحط عليه الميعاد، يا اما انا دلوقتي هبعت للكاف والاتحاد المصري هو اللي يحدد بناء على اللي الكاف هيحطه. لكن انا ما عنديش معلومه بالظبط كارتلون اختار يوم ايه عشان احنا نقدر ان احنا نبعت بيه. طيب كويس. نروح طيب لجزئيه تانية، اخر الاستعدادات بقى اللي ليها علاقه بالفريق وماتش قدام النادي المصري في بطوله الدوري، بتشوفها ازاي بقى من وجهه نظرك كزملكاوي قبل انك عضو مجلس اداره؟ ان انت طبعا استعدادات قويه، وانت شفت الزمالك لعب عدد كبير من المباريات الوديه وظهر بشكل يعني كويس، ظهر مجموعه ناشئين بشكل كويس، وده ما شاء الله ما شاء الله لعيبه حلوه قوي بصراحه يعني. انا لسه بقول لك يا هيما، النهارده الراجل بيشتغل، انا شايف ان الراجل بيشتغل شغل محترم وشغل صح، لانك انت هتحتاج وفره كبيره من اللعيبه الفتره الجايه، وخصوصا بعد الراحه الاربع شهور السلبيه اللي كانت كل الدوري المصري واقف فيها. فانت النهارده عشان تقدر تلاقي اللعيبه المقيده معاك في القائمه الافريقيه يوم 25 فلازم يبقى عندك وفره، لانك انت هتلعب كل 3 ايام او 4 ايام مباراه. فلو ما عندكش وفره من اللعيبه تريح اللعيبه اللي تقدر تلعب السيمي فاينل، هيبقى عندك اصابات كتير،
قبل ما تلعب مباراه افريقيا. فده اللي الراجل اشتغل عليه الفتره اللي فاتت، انه يقدر يجهز مجموعه من اللعيبه كتير جدا تقدر تسافر، بحيث انه يعمل الروتيشن بينهم في المباريات اللي جايه. طيب اروح برضو لجزئيه تانية، جماهير الزمالك عايز تطمن بن شرقي ونجم هيرجعوا امتى؟ يعني هو كان حصل بس مشكله في، انت عارف الطيران دلوقتي يعني في العالم كله في مشاكل، وانت خصوصا في الـ في الـ في الطيران الخارجي بيبقى في اولويات للناس اللي هي رايحه وجايه. فهو هو دلوقتي موجودين في دبي، وان شاء الله في غضون 48 ساعه يبقى موجودين، يعني النهارده بكره حسب بس الحجز بتاع الطيران ممكن، لكن هم محطوطين على الويتنج ان هم يدخلوا على طول في اي وقت يقدروا يلاقوا له اماكن فيهم هم الاثنين، ان هم موجودين في مصر النهارده بكره بالكتير، صح؟ آه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب والمسار بتاعهم ايه؟ هيعملوا المسحه برضو وينتظروا لحد ما تطلع العينه خلاص احنا خدنا على الحاجات الاجراءات اللي هي طبعا كل الاجراءات الاحترازيه، لانك انت عارف دول هيكونوا في وسط تيم كامل، فاهم ازاي؟ صحيح. فلازم يبقى اكيد طبعا متاكدين من سلامتهم والحاجات دي، وقبل ما يدخلوا في وسط الفرقه. من خلال برضو التجهيزات بتاعتكم والتنسيقات والامور اللي شبه كده، امتى هيتم الاعلان عن الصفقات الجديده لنادي الزمالك؟ مش دلوقتي خالص، لانك انت ما عندكش وقت دلوقتي ان انت تعلن عن صفقات، انت عندك دور تاني كامل، وعندك قبل نهائي ونهائي افريقيا، دي اللعيبه اللي موجوده معاك، وهي دي اللعيبه القوام الاساسي بتاع الفريق. لما تحصل تعاقدات بشكل نهائي وبشكل خلاص ان اللعيب ده بقى موجود في نادي الزمالك، اكيد هنعلن، بس في التوقيت اللي مجلس الاداره هيبقى شايف ان هو ده الصح ان انت تعلن فيه. صحيح. مش للزمالك بس، لاي نادي موجود حاليا بيلعب سواء في الدوري او بيلعب في البطولات الافريقيه. طيب برضو من ضمن الأسئلة المطروحة واللي جماهير الزمالك برضو بتحب تطمن أو تعرف يعني الدنيا ماشية فيها إزاي، تجديد العقود بتاع اللاعبين سواء حازم إمام أو عبد الغني أو أوباما أو فرجاني ساسي، الملف ده أنا عارف إن هو مع أمير مرتضى، بس عارف برضو كمان إنه بقى في تنسيق ما بينكم كمجلس إدارة وأمير مرتضى في أمور ليها علاقة بإنه طب إحنا ماشيين على الخطوات ديت ولا لأ، إحنا شغالين في الملف ده ولا لأ، برضو طمن جماهير الزمالك. بص طبعا هو امير اللي ماسك الملف زي ما انت ما بتقول يا ابراهيم، وماشي فيه بشكل كويس، لان هو لو كانت هتقابله اي مشكله او هتقابله حاجه كان عرضها على مجلس الاداره، لكن ادام هو شايف ان الامور ماشيه كويس وان الامور ماشيه بالشكل الطبيعي بالارقام اللي هو عارضها على مجلس الاداره، ومجلس الاداره موافق عليها ان ما عندوش مشاكل، وادام ما طلعناش مشاكل يبقى الامور ماشيه بشكل كويس يعني طبيعي، وانا شايف ان في استقرار في الفرقه وشايف ان في هدوء في الفرقه، فاكيد انت ما عندكش حد عنده مشكله في العقد او عنده مشكله ان هو ما جددش، كل ده كان هيبان، لان لعيب نادي الزمالك نجم كبير، اي حاجه بتحصل انت عارف بتبقى على المشاع يعني. صحيح. اكتر حاجه قلقاك ايه يعني انت ما بينك وبين نفسك، اكتر حاجه قلقاك حماده انور ايه قبل استئناف بطوله الدوري؟ الاصابات يعني انا الان طبعا من الاصابات، يعني انت اول مره نتعرض لموقف زي دوت، انت فاهم ازاي، وبعد كده انت داخل على، بس يعني اللي يخليك ما تقلقش قوي برضو ان كله شبه بعض يعني كله عنده او في المغرب كله عنده كمان نفس القلق وكل عنده نفس الهواجس وكل عنده نفس ضغط الماتشات وحاجات مش شبه كده. فانت بالنسبه لك انت لكن انت كزمالك مثلا، لا انت زمالك الحمد لله انت واخد بطولتين مهمين جدا، انت فاهمني ازاي، مدينك ثقه قبل ما تقدر تلعب السيمي فاينل او الفاينل، لكن انت لو كنت ماشي الامور طبيعيه بعد ما خدت البطولتين سواء السوبر المصري او السوبر الافريقي، وكنت داخل بعد كده ان انت تلعب السيمي فاينل، فكان دي مديالك قوه اكتر ومديالك ثقه اكتر. تفتكر وفقا لجدول الدوري ماتش الاهلي والزمالك هتلاعب عادي في ميعاده ولا الدنيا ممكن يحصل فيها تاجيلات او حاجه شبه كده؟ والله لا انا شايف ان الامور عادي تتلعب عادي، يعني خلاص ما بقاش القصه بقى ان انت زمالك واهلي، يعني الحاجات دي عاديه، هي مباراه في مباريات الدوري بثلاث نقط، فلازم الثقافه دي خلاص تبقى موجوده عندنا ان انا ااجل ماتش الزمالك والاهلي عشان الموقف وعشان الجماهير وعشان، خلاص ما بقاش موجود الكلام ده. صحيح، برافو عليك، ان شاء الله باذن الله تبقى قمه محترمه تليق بالفريقين. صباحك ورد وايامك هنا، والنهارده يوم صعب قوي يا عيني، النهارده يوم صعب قوي يا عيني على الاسر المصريه، النهارده الثانويه العامه ربنا يسترها. ربنا معاهم ان شاء الله يا ايما، وانا سعيد اني كنت معاك واكون ضيف خفيف كده على الساده المستمعين الصبح. دايما حبيب. صباحك حبيب ورد، وبشكرك شكرا جزيلا، حمادة انور المحترم الجميل.
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكرك شكرا جزيلا، وبرضو تعقيبات مهمة جدا فيما يتعلق بنادي الزمالك ورؤية نادي الزمالك في الفترة اللي جاية.